الموت يفجع الفنانة ريم عبد الله. فجع الموت الفنانة السعودية ريم عبد الله قبل ساعات قليلة، وكشفت عن حزنها مشاركة متابعيها الخبر المحزن ومعبرة عن تأثرها بالفراق. شاركت ريم عبد الله متابعيها عبر تطبيق سناب شات بخبر وفاة والدها، داعية له بالرحمة وطالبة من متابعيها أن يشاركوها الدعاء. وكتبت ريم عبد الله ناعية والدها الراحل: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتابعت ريم عبد الله بعد موت والدها البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى: والد الغالي، ادعو له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتلقت الفنانة السعودية الكثير من التعازي من قبل الجمهور الذي شاركها في الدعاء إلى والدها بالرحمة والمغفرة، ومشاركتها بالتعازي والدعوات لها ولأهله بالصبر والسلوان. وجاء في بعض هذه التعليقات: البقاء لله يا ريم، ربنا يرحمه ويصبر قلوبكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله آخر الأحزان وما تشوفين شر، الله يرحمه ويصبر قلبك حبيبتي، الله يصبرك ويرحمه، ما في فاجعة أكبر من وفاة الأب. دعوات القلبية بالصبر والسلوان، الله يرحمه ويغفر له ويصبركم.